مش بس الظروف بتتغير، نحن كمان بنتغير، وأوقات بلا ما نعرف أو حتى بلا ما نقول. وإذا تغيرنا مش غلط، لأنه الشخصية اللي بتخاف من التغيير صعب عليها أنه تنجح. إذا أنت بتركيبتك شخصية جاهزة لتعطي، الحياة رح تجربك عبكير لتعطي أكتر. مش بسهولة فيك تعيش لغيرك أو تحس بكل إنسان داخل أو خارج محيطك. لازم تكون عشت كتير بالعمر أو بالخبرة حتى يصير كل جزء من قصتك قصة من قصص الناس. وحدك الليلة مع نادين الراسي. بيقول عني مرات خوطة، ما بعرف إذا كلمة خوطة مناسبة. انزل تحت الشرشف أنا، يقعد يعطيني إقدامي وكاس العرق. صحيح بلحظات كتير بحس حالي إني أنا مذنبة، إنه أنا عم بتركن، إنه أنا ما عم بكون موجودة معهم. قال لي أنا مستعد إنك تقعدي بالبيت وما تعملي أي شيء وبعطيكي معاش كل آخر شهر. قعدت لحالي، ما حدا اهتم فيي، ابني ما كان معي على فترة طويلة، تعذبت، ما حدا شاركني العذاب، ما حدا سقيني نقطة مي. أنا فعلاً شخص بحب اللي حوالي أكثر ما بحب حاله. كيف تتجوزي للواحد بدك تتكذبي عليه؟ ولليوم بقول يا رب خدني قبل ما اوصي حدا، لاولادي ولا حدا، ما بدي اوصي حدا. يمكن الحق علي انا يعني عامله منفصله شوي بهيدي الامور، يعني بحملها انا لحالي. يمكن انا بحب حمل حالي الشيء. انا ابني ما كان معي فتره لانه انا ما قادره اهتم فيه. حكينا عن نقاط حفرت فيي وليكو اليوم انا وين صرت. بنبقى جديين شو بتلاقيني شطط، ما ادري وين صرت، لاني كنت صادقه وحقيقيه مع حوارات جدا طبيعيه بالضحكه. العائلة مش شغلة مهمة، هي الشغلة الأهم. نحن ما بنختار أفراد عائلتنا، هيدا اختيار الخالق لإلنا. لوجود كل شخص بحياتنا هدف، هو جزء من الخبرية لتكمل قصتنا. نادين بتقولي إنه الأمومة المبكرة هي حدت من العنف اللي فيكي جواتك، يعني او صار عندك رحمه اكثر. يعني قد ايه ممكن تكوني عنيفه او شريره لو ما كنت ام بكير؟ لا شريره اكيد لا، بس عنيفه لانه انا حدا عصبي، يعني من الاشخاص اللي بقلبي على راس لساني، وحدا اذا لا استفز بس اذا انفعلت بنفعل بقوه. صبري طويل. وجود البيبي بحياتي بعمر 17 وربنا عملني ام كانت اكبر هديه، لانه خلق جواتي رحمه. الشخص اللي بيكون هالقد هايبر هالقد اجريسيف اذا ما عنده رحمه بمحل ممكن يأذي. بقى انا كتر خير الله وجود مارك بحياتي بعمر صغير خليني اكون انسانه انظر للمجتمع وللناس بطريقه مختلفه، وصار صبري اطول، صرت افكر بشكل ايجابي اكثر، صرت اتقبل واتحمل اكثر. بقى وهيك كملت. نحن جزء من طفولتنا، يعني الشخصيه الاجريسيف بتكون كمان عن طفوله، يعني بكون بطفولتك في طفولتك. يعني اذا نحن بنرجع هيك بنعمل عليها شوي فلاش باك بنلاقي انه طفوله عاديه جدا بس فيها بعض النقزات، يعني مش يعني عاديه لا، فيها بعض النقزات اللي كانت ممكن تحولك الى انسانه عنيفه او اجريسيف مثل ما انت كنت بتكون. طفولتك كيف بتوصفيها؟ لا انا بوصف طفولتي كانت هي عاديه، ايه عاديه. ما كانت شيء، ما كانت لا في ان روز، مني البنت اللي كثير هيك مدلله ومغنجه واللعب والبوبي، هذا شيء انا ما مرقت فيه. اكيد كنت بجو عائله. ليه ما كنت؟ كنت شوي صبيانيه، كنت حابه يستهويني العاب الصبيان، كنت هيك ضعيفه وقصيره، وكنت شوف حالي ما شوف حالي حلوه، العب انا والصبيان كثير، حس حالي كثير قويه. كان في كثير قصص بالحياه خلت البنات يكونوا شوي بعاد عني، ما كنت اعرف ليه. بقى كان هيدا الجو تبعي. دونك ما كانت لافي عروز، لانه بالنسبه للبنت دائما في البوبي تبعها وتمشط لها شعرها واللي كثير بتبقى هي البنت الحساسه وانتبهوا لها. يمكن ربيت بالبيت انا ثاني بنت، كان دائما نادين ما تعتلو همها، نادين قد حالها، نادين قبضاي. الاهتمام كان شوي بصاندرين اكثر اللي هي اكبر مني. بقى هذا الشيء خلق عندي نوع من انه انا اتكل على حالي وانا اعمل الاشياء. وتلعبي مع الناس كمان، طلعت يعني هي يعني الالعاب ما كانت لا بنتيه ولا باربي ولا شيء، كنا نقنص نلعب نحن والقناص من الشجره. هو كان يقنص علي. كثير مهضومه هي الشغله. انا ما كنت عارفته الناس، انا كنت اعمل عرزال على الشجره واطلع اقعد فوق وقتها كان بدي. شوفوا عرزال هي عن جد يعني ما ايه عرزال يعني كانوا يعملوا العرزال الصبيان نحن نطلع ضيوف. لا انت كنت تعمل العرزال. استضيف الصبيان بالعرزال اللي اعمله، هالقد كنت اتقنه. بقى كان القناص يقنص علي، اسمع شيء يعمل بين
بس ما بعرف شو هالبين يعني. لمره من المرات كان مارق خالي وعرف انه انا عم بتقنص، طلعت لي جمعه عم بلعب انا والقناص، كل يوم الصبح اطلع لقي العرزيل واقع، فكر انا مش عملته صح ارجع عيده. بقى هي كانت طفوله شيطانيه اذا بديك، وشوي مستقله عن اهلي، بما معنى انه نادين قبضايا نادين قويه، ما كان في هذا الاهتمام الكبير بنادين. كانت حياتكم بالبيت كانت كمان فيها يعني فيها حب كتير، بس كان بينقصها التواصل. هيدا الكلمه التواصل، يعني كان في حب كتير، كان في نحن لليوم معلقين ببعض، نحن كتير حنين، في حنين فظيع يعني. حتى بابا نهار الاحد وقت كنا نقعد على الطاوله وبده نصلي قبل ما ناكل، كان يطلب يقول يا رب دخيلك بناتي يعنسوا ويبقوا بالبيت ونضل هالعائله مع بعض، ما بدي يفلوا بقى. بس التواصل ما كان، انا فقدت التواصل، هو التواصل المفروض يكون البنت مع امها، فقدت هيدا الشيء لانه بمحل الماما يعني خبرتها، لانه المفروض تكون سرك هي امك سرك صحيح. خبرتها شيء، بسمع بالليل عم تخبر البابا، والبابا كثير زعل مني وتقصصت وهيك، من وقتها صار كل شيء بيعنيني هو لإلي انا وحدي. يعني تزعزعت ثقتك بوالدتك. صحيح. قد ايه كان عمرك بهي الفتره؟ 8 سنين او 9 سنين، كنت صغيره كثير. شو قررتي ما بقى بدي خبرها شيء ولغايه اليوم ماشي بهذا القرار، ولا بلا تغيرت علاقتك بامك؟ لا ما تغيرت، بعدني كثير بحبها وكثير بحترمها، وصرت اقدر هي قد ايه خوف علي، يعني من خوف علي تصرفت بهذا الشكل. مثل ما انا اليوم صار عندي ولد صرت افهم الماما ليه هيك تصرفت. يعني دائما نحن بنقطع بمراحل بحياتنا، هن بازل. بس ما عزمتيها لهلا يعني بعدك انه ما بتسلميها سرك؟ بطلت معوده اسلم سري لحدا، مش لانه هي ولا اي شخص تاني، يعني مش في حدا غير الماما بيستلم سري. طب عادة خلص صار عندي عندي الموت، عندي ما بدي اقول البابل يعني، بس انه عندي الكادر تبعي وانا مرتاحه فيه، وانا اخترت هالسيركل. رح نعرف اكثر عن هذا الكادر، بس خليني ارجع لعلاقتك ب يعني بوالدتك، اللي هي عاده نحن قد ما بننتقد اهلنا نحن وصغار، بننتقد عاداتهم السيئه او ما بنتقبل تصرف ما، نرجع نحن لا شعوريا بس نصير اهل بنكرر هيدا التصرف وبنعمله مع اولادنا، نطلع نشبههم بمحل. اكزاكتلي. خليني اشوف انت اللي يعني اللي بتنتقدي امك او ما في تواصل كان مع والدتك، بشو بتشبهيها اليوم وبشو عم بتمارسي نفس السلطه ونفس التصرفات مع اولادك؟ الخوف اكيد هو زيته، لانه هي ام كانت تخاف علي، انا ام بخاف على اولادي. العصبيه مش مع اولادي، بس انا طلعت عصبيه مثل الماما، طلعت انسانه عفويه اللي بقلبي على راس لساني، بيقولوا عني مرات خوته، ما بعرف اذا كلمه خوته مناسبه، بس انه حدا ما بقول يعني. الماما يمكن كانت من لانه كل حدا ربي بجينيراسيون يعني بجيل معين. انا طلعت بشكل شوي اذا بدك متمدن اكثر، قريبة أكثر للأمور، بستوعبها بشكل أكثر. هي عاشت بفترة حرب وقصف وضرب ويهربونا من ميل لميل. بقى اليوم أنا بتطلع بقول إذا بيطلع في التيشة يمكن ما بعرف شو كيف ممكن أتصرف وكيف ممكن. بتعرفي كان يعني مش التواصل، كان همهم الحماية يمكن. صح، هي كثرة الحماية. أنا في شغلة عملوها أهلي وفي كثير أهل بمارسوها، ويمكن أنا اليوم عم مارسها مع أولادي بالوقت اللي هي كانت تزعجني. كثرة الحماية، وكثير لما بتضايقي على أولادك ممكن تخسريهم، يعني ممكن تخسري هالتواصل بينك وبينهم، لانه بتصيري انت بالنسبه لإلهم حدا دائما البعبع يعني. يعني ممكن نحن تخسرنا اولادنا على فكره. صحيح. يعني هيدا الموضوع هيدا اللي انا كملت فيه يعني، في اللي كده اخذته من الماما. يعني هيدا اخذته من بيت اهلي. بس انت ما يعني ما خسرتك الاوفر بروتكشن، ما خسرتك، بالعكس طلعتي شخصيه قويه. ايه بس اجريسيف. شو خسرتك؟ ما خسرتك شيء. ايه بس بطفولتك بتحسي في كثير اشياء ما طفولتك بالحرب انلمس هيك جزء كبير منها بموضوع جدك، واللي انت اعتبرتيه يعني هيدا انا بسميه المضحك المبكي شوي. صحيح. اللي هو مات جدي ومات سري معه. صحيح. يس مات جدي ومات سري معه. الله يرحمه. الوقت اللي انا شفته كيف جدي هو حدا كان بيا للماما، كان كثير معلق فيي. بتعرفي دائما تاني بنت بس تجي على العائله كانوا كلهم يجوا انه هي الثاني بنت، عرفتي؟ ما اخذت العز اللي اخذته اختي. انا ثاني بنت كمان. ايه ما صار في كلام بقى ما اخذت هيدا العز. جدي بالعكس كان حدا كثير هيك، كل ما اجى لعندهم كان دائما يهتم فيي، ويهتم فيي بطريقه يعني عنياته. كان يشرب هو شوي هيك كاس عرق ويحط اكل حده على طاوله وفي عليه هيك شرشف، انزل تحت الشرشف انا يقعد يعطيني قضامي وكاس العرق اشرب عرق، ولا عرق شو ينسون شيء بقى. كنت انه طيب بس مزبوط. اكيد ماما اذا بتعرف تضربني ممنوع يعني. بقى فوت بالسر
واصف والايام قايمه ونحن نتخبى عن تيتا بيعيطوا لنا انه يا حبيب عجل يا نادين وينك هيدا نادين الشيطاني وين راحت عرفت مثل العاده. صرت دغري بقول لجدي قوم قومي بسرعه قبل ما يكتشفوا انه هو عم يشربني عرق. قمت انا بيت التيتا كثير صغير يعني بين المطبخ مطرح ما نحن قاعدين والاوضه اللي عاملينها نحن عاملينها متريس برا ويتخبوا كل الجيران فيها في يمكن 10 امتار. بقمت انا ركضت بركضتي عم فوت على الاوضه بتجي القذيفه على مدخل البيت. هيدا الشيء شبقني لإلي على حيط لانه انا صرت وجهي بوجه حيط شبقت على الحيط عبى شظايا فيي من ورا والفراش القذيفه روحوا لجدي بالنص. على قوة الضغط انا ما اسمع ما بتسمعي هيك بوم بوم قدوي قدوي وغبره بشوف نصه لجدي حدي كطفله يعني انا كل شيء بفوق عليه ما بعرف قد ايه حزنت عليه او شو فكرت لي فكرت شيء بلحظتها انه ما حدا رح يعرف انه انا كنت عم بشرب معه عرق انه خلص راحت خبيت هيدي بطفولته ببراءته الولد يعني ما بيقدر حجم المصيبه. بس على فكره هيدا اللي خلى مش لحالك نادين يعني كتار منا نحس انه نحن في عنا رغبه للعنف ورغبه ان نكون اجريسيف بمطرح لحتى نفش خلقنا من الاحداث اللي عشناها وان شاء الله ما بترجع بتتكرر لاولادنا ولجنراسيون الجديده على قد ما هي عم تتكرر اصلا وصايره. هلا نحن عشنا حرب انا بعتبر عشت فتره حرب وهلا كمان مرقنا بفتره كمان كثير بشعه. بس طبعا اللي مرقوا فيه اهلنا من هيك بقول دائما انه انا كل شيء مرقت فيه اللي اخذته من اهلي يلي كان ايجابي ولا سلبي كونوا فيه شخص انا بفتخر فيه وانا مبسوطه فيه وراضيه عنه، يعني هذا اهم شيء صار معي. نادين والدتك كمان من الاشياء اللي اخذتيها منها هي رغبتها بالتمثيل، يعني كانت كمان هي مشروع ممثله ما كانت صحيح ما وصلت للي نادين وصلته بعلاقه كانت تروح بالمخفي على التلفزيون لبنان وترجع يعني بيا ما بيعرف كان. يعني اليوم حققتي انت حلم اللي والدتك كانت على بالها تحلمه، في تحققه. هل بتحسي لا لحظة ولا لحظة أمك غارت منك؟ أكيد لا، لأنه مش ممكن تغاري من ولدك، ولدك هو استمراريتك وشقفة منك، بتخيل بالعكس فشيت لها خلقة. يعني هي مثل ما قلتي إنه يمكن حققت في حلم هي ما قدرت تحققه، هو هن ولادنا، ولادنا هن استمراريتنا. يعني مثل ما أنا كنت مفكرة إني أعمل حكيمة، اليوم كل أولادي بضل دفشهم، بديهم يعملوا حكمة. لانه انا بحب البيولوجي وكنت كثير شاطره دونك بتفشن لهون، يعني مثل الماما ما دفشتني اني اعمل ممثله، يعني انا بالصدفه فتت وما كان الهدف ولا بحياتي كنت افكر انه انا بدي اعمل، بالعكس انا ما كان عندي ثقه لا بشكلي ولا ابدا، يعني كان عندي ثقه بشخصيتي بس. رح نحكي عن يعني بدي كل شيء ايه اكيد اكيد عم تحرقيني المراحل على فكره. اه والله لا خلص. نادين اليوم علاقتك بولادك قديش هي علاقة شخص موجود، يعني قديش أنت موجودة لأولادك بظل انشغالاتك الكتيرة، قديش أنت حاسة بالذنب إذا بتغيبي، قديش أنت حاسة بأنك أنت لا أنا أم مجتهدة وأنا كفاية ولادي بصراحة. صحيح بلحظات كتير بحس حالي أني أنا مذنبة، أنه أنا عم بتركهم، أنه أنا ما عم بكون موجودة معهم. دايماً الأم بتحس حالها مقصرة لو شو ما عملت، بس لما بفكر انه انا ليه عم بشتغل وليه عم بتركهم وليه عم بكون بعيده عنهم وشو اللي عم بترك لهم اياه وعلى اي اساس انا عم بغيب ولا بعدين اذا هن حيفتخروا بنادين ولا لا، هذا الشيء بيطمن لي بالي وبيروقني. وطبعا وجود جيسكار كمان الى جنبي عم بيساعد كثير، لانه انا بالوقت لما بكون موجوده عم بيكون هو موجود، ما حدا بيقدر يحل محل حدا، بس وقتها ما يكون عندي شغل ما عم بيكون في وقت لحالي، يعني ما في شغل في الاولاد. بقى اللي عم بيصير انه انا عم بحس حالي مذنبه بنفس الوقت عم بظلم حالي لانه انا كمان ما عم بعطي الوقت الكافي لحالي، ما انا الوقت اللي المفروض يكون لإلي عم بيكون لإلهم، بقى هذا اللي عم بخليني شوي افكر انه لا نادين معلش طولي بالك ما كثير تقلي على حالك لانه انا ما عم يعني عم قد ما عم بقدر اتواجد عم بتواجد وانا بكل تفاصيلهم اصلا تفاصيل حياتهم بالساعه وباكلهم وبكل شيء انا متدخله. ما حدا يعني في قوانين بالبيت ماشيين عليها ومطمنه بالي انا قاعده معك هلا وعارفه كل ولد وين وباي لوكيشن وشو عمل وشو صار شو عم يحلم شو عم يحلم بخبرني فوق. نادين رح اختم بشغله، نحن وصغار بيكون عندنا عقدنا الخاصه او هيك الاشياء اللي بتزعجنا وهي كمان جزء من اللي بخلينا نحمي اولادنا منه او صحيح. نحمي اولادنا من انه ممكن يتعرضوا لهيك نوع اذى. كان عندك عقده انت وصغيره انتي سميتي عقدة مش انا شو هي؟ ليك بتعرفي يمكن عقدة انا كنت انا وصغيرة قلت لك كان مين ما يجي هلا عنا على البيت
انه هي منين جايبينا، منين لمينا، انه كنت كثير هيك ضعيفه وشعراتي مقصوصين قصير، اختي شعرها طويل ومهتمين فيها، عرفتي؟ بعدين ما نحس كانوا لاقطيني من عن الطريق وجايبيني، انه انا مني بنتهم، انه بشعه وقصيره وضعيفه وكل هول. كان عندي شغله انه طلع لي بايدي تواليل بسمون صاروا يبينوا واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه وكتروا. اللي انتبهت له انا حدا كنت كثير، انا كنت ذكيه كثير والحمد لله بعدني فعلا، انتبهت انه في البعض لما نكون عم نلعب الالعاب اللي بدنا نشارك فيها مع بعضنا بالملعب عم يقرف. ما قالوا لي اياها بس التصرف، يعني واحد ما يحط ايده مثلا، تلاقيت نلعب بروم واشياء، في وحده كمان بتكبي وراهم شقفه وبصير نركض ورا بعض، يعني حتى براءه الاطفال بتصرفاتهم تاذي. صحيح، هن يعني هن خايفين يمكن ينعدوا او ما بعرف او قرفانين، وات ايفر حقهم، ما يحطوا ايدهم بايدي. بقى كنت العب مع الكل وشارك باللعب، ايدي منا محطوطه بايد حدا. هيدي خلت هيك انقهر جوا، انه بكفي انا ضعيفه وبكفي انا قصيره وشعراتي قصار، وبضلت اصلي هن امي قصير بتعمل لي بلحه من هون وتوليل بايدي وقفت، وبعد عرفت يعني انه كثير كتار علي هول. بدي اخبر شغله ما بعرف كيف حتقبضها الناس، او بس هي الحقيقه، انا ما خليت ماما بوقت حدا يجيبوا شيء حليب التين حكيم ادويه نلفهم، قال انا كنت عد نجوم اخبار وروايات. في كنيسه اسمها في كنيسه مارليس شلوماس، اكتشفها ابن عمته للبابا، اجى عليه مارليس بالليل قال له طلع على بيتي بالمحل الفلاني نطفه، وضلوا على الطريق بالحلم. بيطلعوا بيلاقي فوق في كنيسه لمارليس قديمه جدا جدا، وفيها بركه مي كيف ما تفضيها بتضل مليانه. بقى صرنا نطلع نحن واهلي نحن ننظف الكنيسه قبل ما ينعمل فيها قداس. بنهار انا دائما كنت استلم الكنيسه واعمل غبره البنوكه. نهار انا عم كنس عم طلع هيك بايدي انه طيب مارليس انه كيف تقبل؟ انا عم كنس لك وعم نظف لك كل جمعه وهيك، انه شو اللي هن؟ رحت حطيتهم بالمي، المي مبوزه صدقيني، ما في لليوم اذا بياخذك على هالكنيسه ما فيك تحطي ايدك بالمي. حطيت ايدي بالمي وطلبت بلا ما صلي انه بشرفك يعني انه شيلهم، انه بقرفوا ايدي من مارليس، من مارليس الحي. وبعدها ما بذكر اي نهار، بس ما في فتره اسبوع 10 ايام بوعب كانوا بلشوا يخفوا، بس ماني منتبهت لهم، صرت عايشه يعني صار معك عجيبه انت وصغيره صدقيني، وراحوا من ايدي. يعني هي عجيبه مارليس، هي عجيبه مارليس، وانا شايفه نادين الراسي مارليس. انا شو ما بده يصير معي بالحياه وشو ما بدي اطلب وكيف ما ببرم وجهي وشو ما بصير بطلب منه، لانه بعرف انه هو حدا رد علي وحس انا شو حاسه اكثر من اي حدا من افراد عائلتي كان معي بالبيت. بقى هو خيي وصديقي وحبيبي وبيي وامي والكل. حوالينا فيه جمال، بس مش كلنا منشوفه. حتى تحب الجمال وتقدر تشوفه لازم يدخل النور لقلبك وعقلك، لأنه الروح اللي بتشوف الجمال نقي كتير لدرجة إن أوقات أفضل تمشي لحالها. نادين، بحثا عن الاستقلالية كان زواج مبكر، يعني هروبا من ما بعرف واقع معين نتيجته كانت الانفصال. هل تعتبري هيدي التجربة بحياتك، تجربة الزواج البكير، مأساة؟ لا مش مأساة ابدا، وما كانت اذا بدك هروب من وضع كمان مأساوي، لا هي كانت البحث عن الحرية برأيي عمر 16 سنة، يعني البحث عن الاستقلالية هيك بس. ولا شك انه بعمر المراهقة بتحس حالك انك انت مغرومة وحب واول حب وهيك. بقى كان في كثير عوامل ادت انه انا اخذ هيك قرار واتزوج، بس ما عشتي مأساة، يعني ما فينا نقول انه والله انظلمتي وعشتي مأساة كبيرة بهذه التجربة ابدا، بالعكس هي كانت اذا بدك جنون المراهقين. اثنين مراهقين جنوا تجوزوا، الاهم شيء صار بهالعلاقه هو مارك. كنت اكيد حتيجي لي مارك، اكيد الله يخليك ورجعي فيي بالتاريخ، كنت برجع بتزوج بكير وبجيب مارك.
ما بنصح حدا يتزوج بكير لانه اكيد مش اكيد ان شاء الله كل اللي تزوجوا بكير يقدروا يكملوا، بس في كثير يعني بيكون فيها للفشل ما فيها نضوج لانه صعب صعب طبعاً الحياه طبعاً الزوجيه منها شغله سهله. وانتهت كمان بشكل عقلاني يعني وقت رحنا عند الخوري صحي يعني جدا. انا بقول هذا الطلاق الصحي اللي هو بيخلي اثنين يرجعوا ينطلقوا بحياتهم عن جديد ويعيش الولد بين شخصين بيحبوا بعض وبيحترموا بعض لاخر الحدود، هن هيدا البي وهيدا الام يلي انفصلوا بشكل صحيح وكملوا حياتهم صح وعملوا واجباتهم الى الان مع ابنهم بشكل صح، على انه اثنين يعيشوا مع بعض ببيت واحد يضربوا طبعا بعض او يتصرفوا مع بعض بشكل هيدا النموذج اللي احنا بدنا ننقله للناس يعني انه مش كل تجربه ما عم بدعي معناتها هي لا لا طبعا انا ما عم بدعي للطلاق بس طبعاً. اذا لا سمح هلا بده يكون جو البيت منه جو عائلي يربى فيه ولد انفصال بشكل صحيح أكيد. الانفصال بشكل صحي يعني كل انسان عنده واجباته لازم يكمل فيها لاخر العمر. خلال هذه التجربه اللي دامت 3 سنين كنت راضيه بحياتك يعني على طفولتك على براءتك على صغر سنك كنت ما بتعرفي شو في برا، ولكن لما عرفتي شو في برا يعني كنت بلشت تشتغلي بلشت تشوفي هالاجواء شدتك جذبتك اخذتك لعالم انت ما كنتي بتعرفيه. نادين كانت مجبوله ببيئتها بمجتمعها بالناس المجتمعات الضيق الناس اللي بتعرفهم صحيح. لما رحتي لهيدي الاجواء وبلشتي بعالم الضوء بعالم شوي هيك انه يلتفتوا لإلك يعني حسيتي شوي انه انا لا هيدي فرصتي للفلي وفليتي؟ لا مش هيك اكيد كيف؟ لا لانه انا وقت عملت دعاية نون للشهيد جبران تويني الله يرحمه الله يرحمه هو قال لي كانت أول دعاية أنا بعملها وأول مرة بطلع على الضوء، قال لي أنا مستعد إنك تقعدي بالبيت وما تعملي أي شيء وبعطيكي معاش كل آخر شهر، هذا كان عرضه. ما قبلتي؟ لا ما قبلت لأنه حسيت في شيء ناطرني، حسيت في أعمل شيء أكثر من هيك، أكثر من إني أعمل إعلان، وهيدا اللي صار وأنا كافحت، يعني أنا من بعد ما عملت نون أنا كافحت تقريباً سنتين كنت عم بشتغل وعم بروح وعم بعمل دعايات وعم صور وهيك، وكان بعد العلاقه موجوده. بس كنت جريئه بهيدا القرار انك انت ما تقبلي هيك قرار، هو ببدايه ليش عرض عليك انك انت تكوني ما اعمل شيء ثاني يعني حصريا ما اعمل شيء ثاني لنون لأنه اي تصوير بده يكون لمجله ايماج دو مارك يعني دو مارك انت الوجه الاعلاني لهيدي صحيح صحيح بقى حسيت انه انا لا في في شيء جواتي يمكن وكمان في ذكاء بمكان ما انه اليوم شفت حالي على الهواء طلعت لقيت انه هذا الشخص قادر بعد يعمل بركي بعمل دعايه ثانيه. لاول مره بتنعجبي بحالك بهذيك الوقت؟ لانه يعني اول مره ما كان عندك انا لا انا رح اقول لك رح نحكيها كان عندك شوي بدي سميه لو سيلف استيم يعني هو كنت قله ثقه شوي او تقدير لنفسك ما بعرف ما كنت تلاقي حالك حلوه ما كنت حتى شايفه موهبتك يعني لا. اليوم نحن لما بنحكي عن نادين الراسي كممثله ما بحكي انا عن انه طفلي كانت تحلم بالتمثيل وكانت عندها موهبه من هي وصغيره، لا انا بحكي عن بنت كانت تلعب العاب ما خاصه بالبنات هيدي اوكي ما اختلفنا عليها بس ما كان في مثلا مشروع كان في مشروع انه بدك تصيري انت دكتور يعني طبيبه هيدا التناقض يعني يمكن الفرصه انك انت اكتشفتي هيدا الشيء كان كمان حافز وقوي لإلك لحتى انت تفلي وكان كمان يمكن من عند ربنا انذار انك تفلي من هيدا البيت اللي ممكن يحد من طموحك. لا يمكن ما كان حد من طموحي بس هو قرار اني انا وقف هو كل الهدف كان انك تعملي بيت وقتها تشوفي في كثير عوامل مانا موجوده لبناء هيدا البيت بتصير تفكري بعقلك، انا انسانه بالعقل كثير بفكر صح، انما دائما العاطفه هي اللي بتاخذني، ولاول مره كان العقل هو اللي كان عم بيقرر. كافحت، جربت، حاولت، فشلت، مش غلط، انا دائما بقول يمكن انا ما حلمت وما طمحت اني اعمل، ومثل ما قعدت مع يعني اول مره بذكرها انه انا شهيد جبران تويني وقت عرض علي اقعد ببيتي ويعطيني معاش كل اخر شهر، انا ام عمرها 18 سنه مع بيبي على ايدها وقاعده ببيت بعد ما انا شايفه شيء ما انا طالعه ما انا متطلبه طلعت من بيت اهلها على بيتها الزوجي يمكن كان اوفر كان عرض مثير كمان وكان منيح ليش لا بس قلت لك حسيت في شيء جواتي قال لي انه لا قادره انت تعطي بعد على مدى اكبر من هيك قادره توصلي لاكثر يعني كان بدايه تقديرك لنفسك انا 100% بلشت اكتشف شيء جواتي بس ما كان هيدا ابدا اللي ودى الى ان انا اترك وطير لانه انا وقتها تركت كنت بأتعس حالاتي الماديه
اهلي ما كانوا واقفين حدي، الكل كان رافض الفكره، قعدت لحالي ما حدا اهتم فيي، ابني ما كان معي على فتره طويله، تعذبت، ما حدا شاركني العذاب، ما حدا سقيني نقطه مي، هو كلهم انا اللي مرقت فيهم، وهول اللي بفتخر اني مرقت فيهم واللي خلوني انحت شخصيه نادين اليوم. انا انحفرت بحالي، من هيك بحب حالي بكل تفاصيلي وبكل مأساتي وبكل فرحي وبكل حزني. وبتلاقي حالك حلوه هلا كثير، من جوا اكثر من برا. نادين، رح احكي شوي عن انك انت ممثله بالصدفه، كيف كانت بدايه ثقتك بموهبتك؟ يعني اوكي انك انت تكوني موديل شيء وانك انت تكوني ممثله شيء ثاني، يعني هون بتبدا الثقه بالنفس تزيد. صحيح. كمان لحتى هو انت تمثلي بطلي حالك تصيري شخص اخر وشخصيه اخرى. هو لما تبلشي تلمسي رده فعل الاشخاص اللي هن 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 اللي محترفين، يعني هن المسؤولين. اول ما بلشت انا بلشت ودائما كنت اولى، اول ما بلشت الاعلان ورحت عملت كاستنج لاعمل دعايه لانه بدي الاقي شيء طلع منه مصاري، في بيبي على ايدي، وكانت الفكره اني اكمل جامعتي وما قدرت اكمل جامعتي لاسباب. بقى قلت بدي بلش طلع مسؤولة مصاري. عن عن البيبي كنتي مسؤوله لوحدك ماديا عن ابنك؟ لا مش لوحدي، بس كنا بحاجه نكون اثنين، لانه ما في ما في ما في لوحده وما فينا لوحده، مثل ما اليوم مثل ما بكره مثل ما بعد بكره. نحن الحياه كمان عم تكون اصعب والمتطلبات بتكون اكثر. كل عمرك مسؤولياتك كبيره، يعني واضح انك انت شخص بيحمل كثير 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 اكثر من طاقته. يمكن لانه هالقد بحمل وهالقد من انا وصغيره بلشت بالاشخاص اللي دائما يجوا يشكوا لي وهن اكبر مني، يعني انا دائما كنت حيط مبكى. بركي هذا الشيء صار خليني امتص انا الاشياء اكثر، صار مثل ربنا حس انه انا بتحمل عم بيعطيني زياده، وهذا هذا اللي عم بيصير. انت لمين بتروحي لحتى يتحملك؟ أنا ما حدا بيتحملني. لا أكيد بيتي حيطان بيتي هن المتحملين، جسكار أكيد بيتحمل، الأشخاص اللي بيقربوك واللي قريبين منك، بس طبعاً ما حدا بيعرف بالعمق شو فيه، يعني وأنا مني من حدا اللي بيعرف يخبر، أو يمكن إذا خبرت بحس ما برتاح، بقى بعرف عالج حالي بحالي. ما بحسك شخصية متطلبة نادين؟ يعني هلا أمبلا، من قبل ما كنتي أبدا متطلبة، بس حتى لغاية هيدي اللحظة بحسك شخص متعاون، يعني ما بيطلب كثير أشياء مستحيلة. يعني لا مستحيلة ما فيني أطلب، لأنه أنا حدا كثير إن بكل شيء، بقى ما في شيء اسمه أطلب المستحيل. بس صرت أعرف غنج حالي، صرت أطلب أكثر من حلو. قبل. كيف يعني بتغنجي حالي؟ بتغنج حالي علينا. يعني قلبي أفسدت؟ لا والله، كنت يعني أنا فعلا شخص بحب اللي حوالي أكثر ما بحب حاله، هيدي ما بجادل فيها، وكل اللي عم يحضروا الناس القريبين بيعرفوا هيدا الشيء. صرت من تقريبا من سنتين بلشت أقول طيب ما أنا بحبهم وهن كثير منيح وصحتهم بتجنن ومطمنة بالي عليهم، خليني بلش هيدا الحب اللي عم بعطيهم إياه، بلش أبرمه شوي لنفسي وبلش حب هذا الشيء. انكلودينج اولادك يعني بيدخل بهال التجربه او طريقه تفكير اولادك كمان؟ صحيح 100%. وبلشت انا احب حالي وغنش حالي واطلب اشياء اكثر، لقيت انه مش شيء غلط وبالعكس والكل مبسوط فيه. يعني اولا جيت، بس بتعرفي هيدي شغله بتخوف. ليه؟ يعني اذا بلشتي فيها من هلا يعني معقول تصير تصاعديه اكثر؟ بدهم يتحملوا، لانه انا بعطي كثير، عرفت دائما الانسان اللي بيعطي كثير. انت مزبوط، يعني انت بتعطي من دون ولا بنطر حساب. اصلا هيدي شغله كان بابا دائما يقولها، هي غنيه ما فيش حساب بين الاحباب. طول ما انت ناوي تصون الود ما في حساب بين الاحباب، ما في تحاسبي، اعطيه للاخر، ووقتها تطلبي اطلبي للاخر، اطلبي للاخر. هي هلا تعلمتها. انت بتطلبي من غيرك؟ يعني انا شايفه انك لا لا انا عم بلع حالي وانا عم غنش حالي، بس مين انت عم بغنجك؟ يعني انه غير انه غير يعني ايه عم تطلبي من مين انت؟ غير انه زوجي بالبيت والاشياء الزوجيه والعائله والحب والزوجين، لا ولا حدا. انت زوجي متطلبه؟ اساليه، بس انه انا لا هلا هو انه هيك كم شغله على الخفيف هلا. يعني مثل شو مثلا؟ يعني بركي وقتها تجوزنا انا وجيسكار بعد شي سنتين ثلاثه بس ما كانت متطلبه بالمره فجاه زوج. طيب ايه كيف تتجوزيه للواحد؟ بدك تتكذبي عليه بس تتجوزيه بترجعي. مزبوط، هي معادله صحيحه 100%. ان شاء الله ما يكون حدا عم بيسجل اللي نحن عم هلا براسه، يعني عم يسجل مزبوط اللي نحن عم نحكي. نادين، شو التناقض؟ الميل الى العنف. انا شخصيه اجريسيف عصبيه بس انا قلبي طيب وبحب الناس اكثر ما بحب حالي، لانه ما بوصل اني اذي. طيب شو التناقض يعني هيدا؟ انت ما يعني كيف بتعملي حالي؟ يعني انا لدرجه انه ممكن اذي حالي وما اذي الغير. كيف يعني تاذي حالك؟ يعني انا اتحمل، انا ابلع الشغله، انا مرقه، انا انقهر،
وبصير انا بيني وبين حالي بدي قيم الدنيا واقعدها وي، وبتحسي ضغطي صار 20 وخوتيني وجاني شوي ما بعمل شيء، دوك بحس حالي فشيت خلقي. يعني هيدا عنف بالحكي، ما في انا أي. انا عنيفه بس هيك ما بأذي. مش ما بأذي، بس في مواقف معينه طبعا بالشغل. هل انت مثلا لحالك بتقسي على حالك يعني ممكن تعملي اي تصرف يأذيك الك؟ لانه نحن اذا ما كنا فيش خلقنا بغيرنا ممكن فيش خلقنا بحالنا. هل لكن بدون ما انتبه اذيت حالي كذا مره، بدون ما انتبه يعني؟ اكيد اذيت حالي باحساسي، يعني انه قهرت انا اكثر مما الاشياء بتستاهل، يعني تحملت اكثر مما لازم اتحمل. اكيد عاده الشاب هو يعني بمجتمعاتنا اللي بيطلع بشخصيته مش بشكله، يعني نحن عادة ثقة البنت بنفسها وهالقد تركيبة شخصيتها بتكون قوية لأنه تقريبا بيقولوا لأنه أنت حلوة، أنت بتك بتزيد ثقتها بنفسها. هون أنت كان عندك تحدي يمكن مزدوج أنه ما كان حدا قال لك أنك حلوة بس أنت كنت شخصية قوية، كان بيكفي يعني كان تفكيرك ذكوري بوقتها أنه أنا بكفي أني أنا شخصيتي قوية، بكفي أني أنا شاطرة، إنه الكل بيسألني بكفي أنه أنا كتير شاطرة بالمدرسة، كان قانعك هيدا الشيء، كان مكفيك. أكيد أكيد كنت مميزة، يعني يمكن قلت لك يمكن هذا الشيء خلق لي شخصيتي لوحدي، خليني لمي حالي لحالي لانه ما عادت ليه، ما عادت موصوله، يعني مثل كوردون اوبليكال ما عاد موجود، يعني مثل انقطع بمحل لانه ما عاد في هذه الثقه، ما عاد عندك امك سرك، ما عاد عندك حدا اللي توطي هيك قدامه، دائما كانت نادين قويه. اختك فلت من البيت اكزاكتلي، حتى قبل ما ساندرين الطفل كانت ساندرين مثلا ما تقعد تركز معها بالدرس، نادين شاطره. عرفتي؟ انه هول القصص يعني كانت تخليني احس انه انا اوكي، انا لازم اكون شاطره بالمدرسه، انا ذكيه، الكل بيستشيرني، انا وقت اكون واحكي بيسمعوا لي، بقى هذا كان يهمني. واليوم صدقيني حتى اللي كان قبل وقت يشوفوا نادين كثير ورشه ونادين شو هالصبي هيدا ولك شكله، اليوم كلهم حتى عمومتي اللي عندهم اولادهم اليوم بشبهوا بناتهم كلهم فيي، بيقولوا لي بشرفكم مش نادين، ليك شو بتشبهك بهيك، بتطلع هيك انا انه من 10 15 سنه كنتوا بتشبهوها بنادين. دائما القرارات اللي بناخذها بتصيب اذا كانت عن معرفه مش بس عن احساس. ما تحاسب حالك على قرار غلط أخدته، بس جرب تصلحه بقرار أحسن منه. نادين ما خافت من ارتباط جديد، من عائلة جديدة، ما خافت من هالخطوة الكبيرة، ما خافت إنها تبني حياتها من أول وجديد. هل بتخاف من فشل آخر؟ دايما العمر يعني هو بقرر، لانه لما بتاخذي قرار بعمر 16 و17 سنه مش مثل ما تاخذيه بعمر 26 و27 سنه. بقى بتخيل انه القرار هلا كان قرار عن وعي، عارفه شو هو الزواج، مختاره الشخص اللي بتحبيه الحب في رشد، مش هذا الغرام تبع بيطلعوا ببعضهم، ويعني الحب المضبوط. بس مرقتي بهذا الغرام؟ من مراهقة؟ لا من غرامتي بزوجك بجيسكار، هيدا الحب الحقيقي، الحب اللي الحب يلي الحب المعاملة، الحب اللي الإنسان اللي عن جد بتحسي إنه ما فيك تعيشي بدونه، الإنسان اللي عن جد بيعملك بشكل مثل ما أنت بتحبي وأنت بتبادليه، هيدا الشيء اللي بيغاروا على بعض بشكل جنون، اللي بيقرروا إنهم يعملوا بيت. بقى كان قرار عن وعي. خوف كان دايما في شيء هيك بيمرق يقول بركي أنا ما إلي نصيب إني أعمل بيت، بهيدا كان دائما يمرق هيجس براسي. ويمكن لليوم ببعض المراحل الصعبه اللي بنقطع فيها كزوجين مثل اي اثنين متزوجين بخاف. هيدا بصير عندك يعني بتصير عندك شوي يمكن رعب اكثر من غيرك يعني، بس هذا بخلي يكون في كمان عندك حذر وتتمسكي اكثر، لانه بتعرفي شو يعني انه 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 البيت يتفكك، يعني هذا شغله، وخاصة اليوم لما بتصير ام بعمر ناضجه بتعرفي شو الطفل بالنسبه لك، شو هو البيت، شو هو الحنان، شو وجود البي بحياته، قد ايه مهم يربى بين بعائله. وهذا شيء انا يمكن ما قدرت اعملته مع مارك،
جربت اتواجد معه على قد ما بقدر وجربنا نامن له على قد ما بنقدر، بس لا شك انه في نقص بمكان ما. زي ما بقى وي مرق مارسيل وكارل فيون مستحيل يعني باذن الله. اكيد بلشنا بعمار هذا البيت والله كان ايده معنا. انا بتحمل جسكار وجسكار بيتحملني، متفقين على كثير قصص، مختلفين على قصص بس مكملين. اول شيء خليني اعرفك بشو بيتحملك اكثر شيء، خصالك السيئه او شو بتتحملي بخصاله السيئه؟ بيناتنا يعني انا بتحمل وهو قديش حدا بيتحمل ورايق وبيضاين يعني. ممكن انت تعملي مشكله وتنهاري وجسكار بعده واقف على اجري ما بينهد اسم الله. هاي مش الخصال العاطله. بلا لانه بيخنقك يعني، بتحسي انه هو كثير بعده رايق وبارد وانت حتموتي وحتطلعي من حالك. بقى هو حدا ميزان. ميزان. هو بيكره فيني بتخيل عصبيتي، انه انا حدا عصبي مرات هيك بعصب بيبقى مش هالقد بدها يعني، ما مش مبرره. بتخيل هو اللي اكثر خصلتين. هلا اذا في اشياء كثيره غيرهم ما بعرف تسألي لإله. زي ما شهرتك وشغلك وضغط هيدا مع كمان انت انشائك لهيدي العائله، يعني فجأة انت صرتي شخص كثير مضغوط بالبيت، عم يعمل عائله، عم بأسس عائله جديده وبعدهم اولادك صغار، وكمان انت بعدك يعني كنت بوقتها ببدايه كمان تأسيس انك تثبتي حالك كممثله. قديش هذا الضغط بعده مرافقك لحد هلا؟ اكيد طبيعي، لانه انا انسانه مش انا بكره الفشل يعني، اي شيء بدي فوت فيه كثير بصلي وكثير بفكر بالحق عقلي وبالحق قلبي، لانه بكره مش بس بخاف من الفشل، بكره الفشل. بقى بوقت ما بلشت اول ما تزوجت انا وجيسكار، وفي كثير قالوا لي الدنيا وجوه وعتاب انه بس تزوجت جيسكار وجهه حلو عليك، وجهه حلو عليك كان، وبلش الشغل وبلشت تنعرفي اكثر. طبعا كنت معروفه قبل بس مش قد. شو بدك احلى من هيك يا جيسكار؟ شو بدك احلى من هيك؟ بقى وجهه كان خير علي فعلا. اكيد كانسان هو حدا كان الاساس انك انت تكملي، لانه شخص ما يستوعب شغلك او ما يستوعب غيابك او ما يكون طبعاً موجود حدك حتى، لانه الاهم من هول كلهم يكون موجود حدك. بس هيدي المسؤوليات كلها اللي عم نحكي فيها بتحد كمان من مساحتك وحريتك الخاصه. قديش انت مأسوره بمسؤولياتك وبتحسي حالك مش حره وبدك هالمساحه الخاصه فيك لوحدك؟ لوحدي بقى بالسياره، من هيك جبت عربيه كثير كبيره لحس هيك اذا بدي اتخيل هون المطبخ. لانه بالبيت في الاولاد وبالشغل في شغل وفي شغل. بقى المحل الوحيد هو وقتها بطلع انا وجسكار بس لنتعشى، وانا وجسكار مش بس احنا بنعالج مشاكلنا الحياتيه والزوجيه والاشياء اللي بتختص بالاولاد والشغل، واذا هيدا اوكي وهيدا مش اوكي. هيدا اصلا وجع راس لحالها مشاكل البيت يعني. أي. مشاكل يعني هو البيت لحاله عنده مشاكل يعني. اذا اليوم عن جد يعني قديش اليوم في بدكم تحافظوا على ميزان مهم لعلاقه انه تستمر يعني، يضل فيها شوي اول شيء تشتاقوا لبعض. ثاني شيء لانه الشغل والبيت قادرين تتحملوا ضغوطات بعض يعني، البيت بيروح للشغل والشغل بيطلع من البيت وفيها لا بيأثر على علاقتي فيه، هو بيعرف وانا بعرف. كثير مرات علاقتي انا وجيسكار بتتاثر بهيدا الشيء، هل ممكن تفصلوا بطلوا تشتغلوا سوا؟ ما في كرمال لأنه كرمال العائله، كرمال انه تحافظوا على بيتكم وعلى هلا لا سمح الله. اذا الشغل شغله بده ياثر على البيت اكيد، بس انه نحن اليوم ايد وحده لنقدر نقوم باثنين، وهون الخطوره وهون اللي بده يكون الانسان انه عم بيحقق اللي هو بده اياه. بقى انا اذا جيسكار ما بيكون حدي بشغلي رح يكون في خلل، لانه انا تعودت على وجود حدي. ونفس الشيء بالبيت، اذا انا ما حكون متواجده ويكون مع بعض حيكون في خلل. قديه عم بيحد من الرومانسيه هذا الشيء؟ انت شخص لمحلات عم نوصل لمحلات انا وجيسكار ما كثير مشان هيك مش عم تطالبي بكثير اشياء لك. لا بطالب وقتها بدي ما عم بقول لك يعني عن جديد، لا عم بطالب حتى هو يمكن عم بيعودني، بس انه نوصل لمحل انا وجيسكار بنطلع ببعض انه نحن وين من هيدا كله. يعني نادين وجيسكار هول الخوت اللي حبوا بعض واللي عشقوا بعض واللي تجوزوا واللي تحدوا واللي خاطروا واللي عملوا كثير اشياء لوصلوا لهون، هول وين اني هول ضاعوا كانه عم تدوبوا بالمشاكل. ايه عم ندوب بين الشغل وبين العائله، لا شك هذا كثير عم بياثر، بس دائما عم نجرب نلاقي الفرص، عم نجرب نلاقي ايام ساعات مرات دقائق لنقدر نكمل، لانه شغلنا وعائلتنا هذا صار جزء من حياتنا كمان. بطل فينا نرجع ندين وجسكار اللي بيتخانقوا مع بعض بالدول العربيه بيلحقها بتلحقوا، هو
خلص كان في منهم كثير هدول؟ اف اكيد ايه ايه كان غرام هيك اخوات وجنون وحب للاخر وحتى انا كنت طحشه يعني وعم برجع اطلع بحالي اقول وين رايحه انا شو الزواج انتبهي يعني الزواج شيء مش حلو. شو بتطلبي من الرجل اليوم؟ يعني من وجود الرجل الى جانبك شو بتطلبي؟ اليوم طلبت منه يجي بكير على البيت لانه جايبين الاغراض ويجي هو يدفع، ما اجى بكير انا دفعت كثير قصص. شو هي حدا غيرك، هي حدا غيرك يحكيها على فكره، لانه نادين ما بتحب ابدا يعني تطلب مصاري من حدا، يعني قلتي لي حتى اذا بده يعطيني مصاري خليه يحطهم على الطاوله. هو بيعرف هالشيء. ليش؟ شو هالاحساس بانه انت ما مش عايزه حدا ما تعود يعني... لكن لكون صريحه مثل بابا مثلا كان عارف انه مثلا قبض اخر الشهر اخذ منه بوقت حق في جنسات كانوا ينزلوا ليفايس كل شوي ينزلوا لون عرفتي شيء موبر وشي كذا لازم انا البسه اول وحده عرفتي هذه الشغله الوحيده تذكرت هلا انه كنت اطلبها يعني وسبقوا دوكسايد والوان وكذا عرفتي يعني هول كنت اطلبهم كنت روح مع ماما تشتري لي هن بس انه انا اخذ مصاري مش صايره ما باخذ يعني ما باخذ مصاري ما ماني معوده يعني حتى وقتها اكون قاعده بالبيت زي سكارسون تقول لي مثلا هيدي هيدي بس بتحبي تعطي ها؟ اكزاكتلي بتحبي تعطي اكيد اكثر من بقى بحط اللي هن مثلا بحط انه مثلا عارف اليوم في كذا كذا وات ايفر بدي اعمل انه ايه نادين حدا التي في حطيت لك هودولي هودولي مش حطيت لك مصاري عرفتي؟ ما بعرف ليه لانه ما تعودت انا حدا اشتغلت كنت صغيره وكان في بيبي عقيده وتعودت احمل مسؤوليتي واستحق اطلب ولليوم بقول يا رب خدني قبل ما اعوز حدا لاولادي ولا حدا ما بدي اعوز حدا بدي اكمل انا وجوزي وهالعائله ونقدر نامن لهم قد ما نقدر وبس مهم اني ما اعوز يعني ما حدا يجي يعطيني بس انا حدا مش غلط اذا لا سمح الله وقعت بمشكله حدا يجي يشيلني منها بكل صراحه لانه انا بعرف شو قيمتها وبعرف شو الانسان يكون واقع بمشكله بقى اليوم اذا حدا حد بحسه متضايق صدقيني مشكلته مشكلتي ويمكن انا بالليل ما بنام هو بينام هالقد حدا بتحمل اللي حوالي كثير عرفتي ولهيك ربنا عم بحط بدرب الاشخاص المناسبين يعني قد يعني مثل انا نقيت هيدي الدوام اللي انا فيها ام اوكي انا منيحه فيها لانه مثل ما عم بتعامل مع غيري بس مش نحن بننقي الدوامه انا بغلطي كون مش نحن بننقي الدوامه اللي نحن فيها أكيد. الدوامه هي بتشمل معها يعني هو دولاب عم يبرم وبتشمل معه تفاصيل كثيره نحن ما بنعود نقدر مشان هيك بنقول نحن نقيناهم لانه نحن صاروا يعني لا انت لما تشوفي النتيجه كبير الاشياء بلا لما تشوفي نتيجه الاشياء بتكملي اليوم انت لما بتعرفي حالك اذا عملت منيح ربنا عم يبادلك بالاحسن بتضلك تتصرفي بهيدي الطريقه بس لما انت مثلا عم تعملي مع شخص منيح وبتطلع بتلاقي بالمقابل اجاكي شيء ما منيح بتبرمي ظهرك وبتمشي وبتتعلمي يمكن انك ما تمدي ايدك لحدا بس مش كل الناس بتقدر تطلع من الدوامه اذا كانت الدوامه مش عجبتهم بلا فيهم يغيروا في كثير اشخاص بتغير بتقول لك انا كنت هيك ولك شو طلع لي من يوم ورايح خلص بيبقى هن بكاركترهم بيقدروا انا لا الدوامه اللي انا فيها ربنا يمكن حطني فيها مثل ما انت قلتي هي دوامه بتمشي حوالينا وبتصير ناخذ منها بس انا كثير منيحه فيها لانه مثل ما عم بعامل عم بتعامل دايما عم يوجد يعني ربنا يعني انت كل الناس اللي حواليك كمان منصفين معك مثل ما انت منصفه معهم؟ ما جربتهم ما جربتهم ما الدنيا اخذ وعطى اكزاكتلي بس ما جربتهم مش ضروري بالمال مش المال مش المال انتبهي احنا انا ما عم بحكي حتى بس ما جربتيهم بالعاطفه ما عزتي حدا ما عزتي امك حدك بعاطفه معينه ما عزتي بيك ما عزتي اختك يمكن يمكن كان في انه في وقتها تولدي بيكون عندك بيبي بالبيت وهيك بس يمكن الحق علي انا يعني عامله هال منفصله شوي بهيدي الامور يعني بحملها انا لحالي يمكن لان انا بحب حمل حالي الاشي او لانك ما لقيتي سند حقيقي ما بعرف او بحس يمكن انا قادره اعملها افضل او بتكل على حالي اكثر او بحس حالي هيك سيف اكثر تجارب بتخلينا حذرين جدا طبعا. هل عندك هيدا الحذر يعني انت شخص اختبر الحياه بكثير مواقف بالحلو صحيح. وبالمر وباليسر وبالعسر يعني كان في عن جد أكيد. عندك كثير تخبطات بحياتك هل بتحسي مرقت بكل شيء ما بتوثقي ابدا يعني حذره جدا من اقرب الناس لك ولا في ناس لا عندهم ثقه مطلقه من نادين انا اوثق فيهم مطلقه مطلقا بالمطلق لا لا لانه بدي انطلق من حالي ما بدي احكي عن حدا انا مرات بوعى الصبح بطلع بالمرايه بكون بافكار معينه واهداف معينه بعالجها بشكل باحاسيس معينه
وتاني نهار ممكن يكونوا مختلفين. بقى الثقة 100% أكيد لا، لأنه نحن بشر وجل من لا يخطئ. يعني بفضل ما أعطي كتير تما خاف أو أقول ليه عملت هيك، تما أندم، بضل ماشي بشكل ضلني أنا بالسيف سايد، وحتى الشخص الآخر يكون كمان هو بالسيف سايد. يعني في كتير ناس حوالي بتحبني، في كتير ناس حوالي بتدعمني، في كتير ناس بتصلي لي، بس مش ضروري يوثق فيهم، مش ضروري يكونوا. أصلاً ليه بدي حملهم همي؟ إنه ليه؟ بس إنه شو حاملة همهم؟ أنا اخترت كون هيك لأنه أنا من أنا وصغيرة هيك، أنا من أنا وصغيرة صدقيني حتى كبار، يعني مرت عمي وجوز خالتي. نادين، هل بتذكر أنت عادلة بحق حالك؟ يعني لما بتجي بتتفرجي هي تقولي بينك على مراية، أو لما بتوعي الصبح هيك بكون ذهنك نحتت شخصية، نحتت شخصية، بتقولي أنا بحق حالي كيف؟ منيحة؟ فير؟ عادلة؟ كنت قاسية بس نحت شخصية مختلفة، راضية عليها، بحبها بكل شيء فيها، بحبها. بنقصك شيء عدم وجود مارك الدايم إلى جانبك؟ مش قصة بنغص، هي الفكرة إنه اليوم أنا مارك بتطلع فيه صار شاب، عرفتي؟ يعني صار عنده غير صار شاب، بس يعني في مراحل قطعتي فيها. ما هو اللي بشوفه بمارسيل وكارل، يعني في اشياء كثير بعملها لمارسيل وكارل وبتخيل انحرم منهم مارك؟ في كثير اشياء انحرم منها اكيد، الوضع المالي كان غير، انا تعذبت وقتها تركت، ما كان فيني انا ابني ما كان معي فتره لانه انا ماني قادره اهتم فيه. بنقصك هيدا الشيء، انا شايفه دمعه بعينك يعني. لا انا هيك بدمعه لعيني خضر. لا اكيد، لانه في مرحله انا مرحله من يعني تقريبا شي 6 شهور ابني ما كان معي وقتها تم الانفصال، بس نحن قبل كنا عم انفصل، تم الانفصال والعالم عرفت، بس نحن قبل كنت منفصله انا انزل عند ابني الساعه 5 الصبح، شيله من تخته، لبسه، روقه، وديه على مدرسته، اجي نظف، اعمل اكل، يجي اشتري اغراض للبيت، اعمل اكل، اجي اروح جيبه من المدرسه، غديه، درسه، حممه ونيمه، ازف تنام بتختي، وارجع اروح، ارجع مشوار 45 كيلومتر ثاني يوم الصبح، الساعه 5 الصبح كون عنده نفس الخبريه عم مدة سنتين. ابني ما عارف انا تاركه لانه هو بعمر صغير. بقى هذا الشيء تعبني، يعني ما بدي يحس انه امه عم تعوضي بالبيت. عم تعوضي اليوم، عم تعوضي هيدا اللي راح، عم يتعوض بطريقه معينه لمارك، مش لا انتبه. حتى وقتها تم الانفصال كليا ومارك تقرب من جيسكار وصار جيسكار موجود بحياتي، كثير اشياء عاشها مارك. كان بعد مارسيل وكارل مش خلقانين، وكان هو بعده صغير، يعني اجى قعد معي ويقعد معي بالشاليه، ياخذوه يكزدروه يهتموا فيه، ينام عندي كل الصيفيه، ينام عندي بالشتويه بس ويك اند، يعني لا انا استفدت منه. كنت ما تقطع شعنيني غير ما اكون انا وبيو موجودين حاملين شمعه من شعننه. الاول قرباني كنا موجودين عم نقصل جاتو سوا، وكانوا اهلي، وكان جيسكار موجود بحياتي. من هيك بقول انا جيسكار الشخص، كان الشخص اللي مش بس انغرم فيه وانغرمت فيه، كان الشخص العقلاني الصح يلي ربنا حطه بالمكان. انا كنت بحاجه لهيدا الشخص، يعني مش بس انا حبيته، انا كنت بحاجه لهيدا الشخص لانه مشي معي درب الصليب، كان درب كثير صعب، بيبي بعيد عنك وبدك تقومي بكل واجباتك معه، ما تخليه ينتبه على شيء، ويقدر يتحمل هيدا الرجل انك انت تكوني موجوده بايفينمونات ممنوع اصلا ما تكوني موجوده فيها، مثل ما بكره رح فوت على الكنيسه باذن الله ويستلم عروسته قدام عيني. بقى كمان هولي جيسكار بيعرفهم. بقول لك الحياه كثير مرقت قصص، كثير في مرقت قصص حلوه. احلى لحظه بعمري وقتها كان عمري 17 وشفت مارك على ايديا، واحلى لحظه بعمري وقتها شفت مارسيل وشفت كارل، وكان من احلى اللحظات وقتها رجعت تزوجت ورقصت وانا عم برقص مع البابا، قال لي وعديني ما بقى تعديها لانه كانت بقى في كثير قصص حلوه وفي كثير قصص كانت مره، يعني مثل اي شخص عادي طبيعي، بس انا استفدت منه، انا حفرت حالي ورح كمل هيك. كلنا بأوقات بتكسرنا الحياة، القوة الحقيقية لما نقدر نجمع أجزائنا ونكمل حياتنا. حياتنا مجموعة تجارب، ومع كل تجربة أكبر نفهم أكثر،
وبتصير قيمة هالحياة بنضوجنا، لأنه ما بعمره الوقت وحده بيكبرنا. نادين، كيف انت بالمنافسه بين زميلاتك؟ يعني انت شخصيه فيها كثير سلم، فيها كثير هيك كمان قوه، فيها كثير، كيف انت بالشغل؟ كيف بتواجهي انك انت حدا ياخذ من قدامك نص؟ كيف بتواجهي انه حدا ياخذ من قدامك فرصه؟ بيكون هيدا نصيبه. لا، ماني حدا مسالمه جدا. انا بالنسبه لي بالشغل مسالمه، اذا بدك يعني. هي المنافسه كثير مهمه، والتحدي اهم، والغيره كثير حلوه بالاعمال الحلوه. نشوف عمل حلو ونغار منه، ونشوف حدا اشتغل شيء حلو ونغار. انا حدا كثير بغار، بس انا المواجهه تبعيتي والمنافسه هي على الشاشه مش بالكواليس. يعني بتردي بعمل حدا؟ طبعا، يعني انا المنافسه تبعيتي بنافس على الشاشه، بحضر، براقب، بشوف، بس عملي ما بيكون ردا على عمل انعمل ابدا، بس المنافسه تبعيتي هي بالعمل اللي بقدمه. يعني كل شيء بيصير وراء الكواليس بعتبره منه نظيف. يعني اليوم حدا ياخذ من درب حدا عمل، شو بيصير وراء الكواليس مش نظيف؟ بسمع كثير مثلا بيبقى طالبين اسم معين لعمل معين، في اشخاص بيبقى عندهم ببدوا اشخاص اصحابهم اكثر، قراب منهم اكثر، بيخدمون، بفوتون على الدور، عرفت؟ كثير صايره. انا معي مش صايره، لانه انا حدا اعمالي بتنعمل قبل بفتره، يعني بنمشي فيها من قبل بوقت. كيف يعني بتنكتب لك خصوصي؟ ما بتاخذي دور جاهز؟ لا، ورق جاهز اكيد مبلغ كثير. اذا دور جاهز مثل هلا مع دوريد لحام سنعود بعد قليل، كان دور منه لإلي وجاهز واخذته. لمين؟ هلا لمين كان؟ الكلاكات لليس حجو، المخرج ليس حجو، واستاذ دوريد لحام هو. لمين كان الدور قبل؟ لاي شخصيه؟ لا كان بعد ما لاقوا الفنانه. بس هلا في دور كان لفنانه بعد ما وافقت عليه، لانه عم بقرا، بس دور كثير حلو ممكن العبه. انا كثير ورائي مفتوحه، يعني ممكن اذا فنانه رفضت الدور تقبله نادين؟ ليه لا؟ لانه وين الغلط؟ يعني ممكن حدا ما ساقه بالوقت. غرور يعني ممكن بتصير بين الفنانات. لا، انا الشغله الوحيده اللي كانت تزعجني بالصحافه لما بيقولوا هيدا الدور كان لنادين لعبته فلانه، وبصير في شويه زعل. والعكس مش صايره. اذا بدك من هيك اتفقنا انه انا الدور اللي بقرا ما بدي حدا يعرف اني قريته، يعني ما بدي حدا يعرف. بقرا دور، اذا اوكي فتنا فيه، مش اوكي ما مفروض حدا يعرف انه مرق من تحت ايده، لانه صار في عليها قصص. نادين، انتوا قليل يعني الممثلات النجمات من لبنان، قليل، مش كتار، واللي سبقوكم كمان قليل كمان منهم كتار. يعني الممثلات اللامعات يعني كتير. اذا بدك الدراما اللبنانيه والتمثيل بلبنان حصري لناس. انت هل بتلاقي هيدي معادله صحيه لغايه اليوم؟ انه اليوم نجحت نادين الراسي، كله بينكتب لنادين الراسي. نجحت سيرين، كله بينكتب لسيرين. ما هي بدي اقول شغله، دائما الكاتب او المخرج او المنتج هذا عمل في مصاري عم تنحط. يعني بالنهايه ما بدهم يراهنوا، ما بده واحد يراهن. بس حدا راهن عليك لحتى بينتي، لحتى نجحتي. لا، انا لو ما نجحت ما كمل الرهان، لانه ما حدا اليوم بخاطر بفلوسه. خلينا نكون واضحين، يعني اليوم لو ما انت شخصيه قادر واحد يراهن عليك، ما حدا بيراهن. يعني ما في بوادر شخصيات نسائيه. ما هذا اللي بدي اقوله، انه في وعم بيتراهن عليهم، بس انه يا بيكملوا. في كثير، في ناس عم بتكمل، في ناس عم توقف. بعدها حصريه كثير نادين، يعني كل يمكن سنتين ثلاثه واربعه وخمسه ليطلع اسم. بده لك، لانه بده واحد يثبت. كيف بتصير وحده فادات؟ انا بطلع بقول انه هي فادات، ولا الناس بتقول عنها فادات؟ ما الناس بدها تشوفها بأعمال، بدها تنعطى فرصة. عم ينزل أعمال وعم ينعطوا فرصة، وفي ناس عم بتبيض لنا وجهنا، وفي ناس لا، في ناس عم بتقلع وعم تعمل اسم وعم تعطي شغل حلو، وفي ناس عم بالعكس عم ننتقد نحن معهم، انه اي ليكو مثلا هيدا اللبناني، الدراما اللبنانية ليك شو عم تعرض. يعني بتروحي بزومهم بالنهاية، عرفتي؟ بس لا شك انه من زمان وجاي حتى بهوليوود في اسماء بتبقى بارزة، وفي اسماء بتبقى بتشتغل وشاطرة بس منها بارزة. منه غلط يعني، ما عم بس في كثير نجمات، في كثير، لانه في كذا مليار ونحن كذا مليون. يعني ما هي نسبيه الخبريه، يعني نحن 15 يعني نحن لانه بوبيليشن قليله، عدد السكان بمصر اكثر منا، بسوريا اكثر، بلبنان على عددنا اكثر بكثير. يعني انا اليوم لو كنت بهوليوود بتخيل كنت حكون من الستارز اللي كثير لامعين. مين بتحبي من هوليوود؟ من يعني هيك
ممثلات هوليوود على سيرة كاترين زيتا جونز بحبها. بتشبهيها أصلاً؟ قالوا لي إنك بتشبهيها. بحب جوليا روبرتس. بحب بتحبيها لأنها يعني بشبهكي فيها ولا لأنه لا 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 بحب شغلها. بحب الكاركترز. بحب هي ما بتشبهني بالشكل بس بحس في كثير بالكاركتر لأنه الطريقة اللي بتتصرف فيها، الطريقة اللي بتعالج فيها الشخصية اللي عم تلعبها ما أنا بعيدة عن طريقتي أنا كيف ممكن أعالج الشخصية أبداً. يعني ما بتطلع ما بشوف شكلها هي، أنا بشوف شو عم تعمل. بقى هالقد هي بتشبهني، وعدا عن النجمات اللي كثير شاطرين واللي بسرق منهم، يعني بتطلع بشوف سرقة شاطرة شرعية شرعية للتحليل لحالك السرقة للتحسين، مثل واحد عم يسرق واحد غني ليطعمي واحد فقير. أنا معه. شو عم تسرقي؟ شو آخر شيء سرقتي؟ سرقة لا، إنه بسرق إنه كل أي فيلم ممكن أحضره أو أي مسلسل ممكن أحضره وشوف رياكشن انفعال معين ممكن اتخاطب انا وهذا الانفعال وشوف قد ايه ممكن يشبهني وقد ايه ممكن انا اتشربه. بس اكيد مش كوبي بيست لانه اذا ما كنت حقيقيه وصادقه مع احساسك ما بيطلع صح، ما راح يوصل صح. دونك ما بتكوني عملتي شيء. بقى انا حدا مفوت للشخصيه للاخر بسرق لانه في كثير ناس بتشوف فيهم بالحياه عندهم اشياء بتلفتك. نحن كلنا بشر بنشبه بعض كثير بس في كثير قصص مختلفه هاولا تقدري تستعمليهم بحياتك وبالتمثيل مفروض تشوفيهم بالاشخاص اللي حواليك لانه مش ممكن انت تكوني هيدي الشخصيه. لو نحن باعتبار اليوم لما حكينا عن حياتي انا وطفلي حكينا عن نقاط حفرت فيي وليكو اليوم انا وين صرت. الناس كمان تتعلم من النقاط اللي حفرت فيها وما تكون لتدمرها تحطها تحت اجريها وتعلى عليها. بس لا شك انه انا حدا انا وصغيره كان عندي شيطاناتي، كنت انا الكوميديان بالبيت، كنت انا اعملهم دائما يعني انا الجو. انت صغيره كنت مرحه كثير، اليوم قديش انت جداً. عندك مساحه انك انت تكوني مرحه وفرحه وبتعملي هيدا الجو؟ اكيد دائما بكل الحالات. يعني بنبقى جديين شو بتلاقيني شطط مدري وين صرت. لا بكل حياتي بعدها مكمله مثل ما هي. يعني انا حدا حساس للاخر وحنون للاخر وخوته للاخر وبحب اعيش الحياه. طب بتجذبك الكوميديا يعني بالادوار اللي بتاديها اكثر من الادوار الجديه؟ بتحسي انه يا ريت بقدم كوميدي هيك يضحك الناس من قلبهم، خاصه انه احنا هلا عم نعيش ظروف يعني هو الله كثير الله, الله الله يساعدنا عليها بصراحه والضحك كثير قليل والتركيز بصراحه على الاشياء اللي بتضحك بهالفتره مش غلط ابدا. يعني هو منه غلط ابدا بس دوة. للاسف يمكن الجو اللي عم بيعيشوه كتابنا ما عم يطلع معهم شيء بيضحك. وكتابه الكوميديا شغله كثير خطره. يعني ما بهم اطلع انا اليوم انا عملت كوميديا قبل بغنوجة بيا وبتخيل لبنان كله ضحك ومن قلبه ضحك. الطريقه اللي ارقص فيها اللي اضحك فيها اللي امشي فيها بالوقت اللي هو كان غنوجة بيا هي ريتا برسونا مش نادين الراسي. يعني حتى اخترعوا لي جايزه لانه عملت انتشار بالساحه مش طبيعي لاني كنت صادقه وحقيقيه مع حوارات جدا طبيعيه بتضحكك. يعني الموقف هو لازم يضحك بس الحالة اللي عم بتعيشيها لازم البلاك كوميدي يكون في بلاك كوميدي. يعني الكوميدي اللي هي اذا بدك من الاوضاع اللي نحن عم نعيشها يكون في كمان نصوص بتعالج يعني الوضع السياسي بس بطريقه للاسف يعني كيف افلام عادل امام لنقول. ايه بس للاسف اليوم وضعنا فينا نحكي عنه بالبروجرامات اللي عم تطلع بعد الاخبار او قبل الاخبار ما بعرف اي ساعه وبيطلعوا وبينتقدوا اللي نحن عم نعيشه سخرية اللي عم نمرق فيه. بقى بتخيل هذا إذا عمل مسلسل العالم حتبكي لأنه نحن عايشين وعارفين يعني. نحن عايشين وعارفين شو عم بصير بس اللي ما كتير إيشي وما إنه كتير متورط بالمتابعة خلي هيك بيكون أفضل. بلا ما نصلت عليه الضوء بلا ما نصلت الضوء كمان لازم يعني يعرفوا شو عم بصير حواليهم. ما هو الناس عارفة بس اللي لازم يتنبه ما عنده وقت يحضرك عنده وقت يعمل شيء ثاني. مش خسارة المعرفة دايما ما بتخسر. خليني أحكي شوي عن الوضع العام اللي نحن ما فينا نطلع منه. يعني ما فينا نطلع من الأجواء اللي نحن عايشين فيها وما فينا إلا ما السياسة تكون جزء من تركيبتنا. قديش أنت يعني بهمك السياسه؟ قديش انت بتتابعي؟ قديش انت مت انا لبنانيه؟ شو في لحدا لبناني ما بيتابع سياسه وما بيفهم سياسه؟ كلنا صرنا نواب بالرضاعه السياسه. نحن نواب نحن نواب صدقيني نواب نحن نواب نواب نواب. يعني اليوم ما في حدا بيطلع بيعمل مداخله على التلفزيون بيكون في حوار سياسي بقوانين
بيطلع شخص بيقول لك انا فلان فلاني من منطقه ما بعرف شو، بيحكي مع السياسه او مع المحاور وبيسال اسئله جدا منطقيه ومسنوده على قرارات معينه بمجلس الوزراء وعم بيخلوا فيها. امتى اخر مره قعدتي مع سياسي او شخص مسؤول؟ دائما بيسائب. شو بتقولي لهم؟ كيف بيكون نوع الحوار؟ يعني بتتجنبي كثير بنحكي لا بسال عن الوضع، بسال عن الوضع، بسال عن الوضع، بسال يعني وقتها صارت قصه انه عم بيشوفوا كرمال بترول واذا مضبوط طلعنا بترول ولا لا او قد ايه النسبه اللي حتطلع لنا بهال 20 سنه يلي هن حينسرقوا سلفا يعني من اللي عم بقول لك. ايه سالت واستفسرت وعرفت والشركات اللي جايه كرمال انه ايه بسال بسال بحب اسال. مش من طرف واحد يعني عم بنتيجه بس عم بصير عم بيكون عندي معرفه اكثر بس انه ما بقدم وباخر يعني كل مطلوب مني بكره نزل اسم بالصندوق هيدا هي بس رح تنتخبي يعني هذا سؤالي مش رح تنتخبي؟ لا ليه؟ لاول مره لا ليه؟ اذا غيروا الدستور الانتخابي واذا رجعوا عملوا كمان هيك قد ايه ممكن يعني مشروع جديد بيروح بينتخب بيعيش له كم سنه بترجع ما رح شارك بولا جريمه بقى ما بقى بدي شارك بولا جريمه مع انه يمكن هيدي الحقوق اقل حقوق الانسان انه هو يروح ينتخب يعني يعبر بس عن شو بدك تعبري ولمين وشو النتيجه ولوين واصلين حسيتها دوامه يعني عم برجع احس حالي عم برجع افوت بحرب الاهل اللي عاشوا فيها بدي ارجع اعيش اولادي فيها انا اكثر انسان بقول نحن اكثر بلد شاطرين ان نصدر اولادنا لبرا من متبلش على من هون شو بنبعتهم يتعلموا برا خليك برا انا ما خلقت بلبنان ل ولد اطفال كمان وبعثوا له للجنسيه ايه يعني ما منطق يعني بعدني لليوم بقول انا بالوقت اللي انا كان كثير سهل علي رح ولد بامريكا او ولد بكندا او ولد باستراليا من اسهل الشركات ليه ما عملتيها؟ بدي ابني لبناني ولدت بلبنان بين اهلي واصحابي وقرايبي في يكون لبناني امريكاني في يكون لبناني استرالي في يكون لبناني كندي لا انا بدي لبناني ماني اسفاني واكيد بدي اياه لبناني بس يا ريت هن يكون بدهم لبنان خليني انا ضل بدي ابني لبناني بس هن يكون على القليل بدهم لبنان هن اولادهم عم يتخرجوا برا وعم يدرسوا برا وعايشين بنعيم انا اولادي اللي ممكن يتعرضوا لقصف وقنص وعم نشوف يعني بنت من امبارح عمرها 16 سنه توفت شباب على حاجز 23 و25 مش مستعده ابدا ابدا ربي ابني واعمله شاب وروح يخدم الوطن ويروح هيك بس انت اخترتي له هيدا المصير ما بدك غير مصير له ما بدك تعلمي برا ما بدك تعطيه لانه بدي اعيش ببلد اللي هو البلد اللي انا بفتخر فيه بلبنان اللي هو اهم من كل البلدان لبنان اللي هو انت بتطلعي من بيتك وبترجعي امنه سالمه انا جدي عاش بامريكا جدي ترجمان وعنده شركه كان بامريكا وعاش هونيك وبعرف شو امريكا وعاش بالسعوديه وعاش بكثير بلدان واهلي سافر وبابا سافر وبعرف شو يعني تعيشي برا بعرف شو يعني انه يوصل الولد لعمر يبرم ظهره ويفله ما يقعد بقى بالبيت وما قلك عليه بعرف انه شو يدق للبوليس بعرف شو انه ممكن تتعرضي كرمال 10 دولار تنذبحي بشارع مزوي هو كلهم بنعرفهم نحن كنا ومش كنا ورح اقول بعدنا طبعا وبعدنا عايشين ببلد صغير عقدنا حلو الكل عينه فيه والكل بحبه والكل عم يجي واللي بدك اياه بس انه مثل واحد العين بصيره والايد قصيره كله 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 موجود بس ما في نتائج من شيء يعني شركه سياحه وسفر فتحنا من 2005 2006 جوزي اكل ضرب ما بيفهم رجع وقف على اجري رجعنا كملنا رجعنا هلا ناطرين اي ساعه بدها تجي الضربه طب ليه لكن الحال انت حطيت ايدك على الوتر الحساس قطاع السياحه اللي بنتمنى انه كمان ما يكون مضروب ما بلش يطلبوا منهم ما يجوا ما تعتلي هم خلص ما في حدا قلبت في عجقه سير خلينا متفائلين هلا بدي يصير في كثير حلو ما في عجقه سير تنزلي مثلا على المول تعملي شوبينج ما في كثير عالم خيشه حلو هيك بدنا نحن بدنا العجقه الحلوه بالبلد بدنا حياه بلبنان مثل ما لبنان بيستاهل مثل ما هيك عم شوف خلينا نبلش بدي اشوف ما هي خلينا نبلش مين نختار مثل بدي اشوفها هيك ان شاء الله انه نحن كلنا نفرح ببلدنا بدي اختم مع شغله كثير حلوه نادين وهي نظرتك الانسانيه يعني لفتك الانسانيه دائما ما فيك تشوفي الظلم ما تنقهري مش بس الظلم بقلب بلادك يعني حتى قلتي لي لما رحت على سريلانكا تنغصت ما قدرت اشوف ناس فقيره ما قدرت ما عرفت اكل ما تهنيت هيدي اللفته كمان حلوه منك وهالجانب الانساني رح اخبرك خبريه انا ربيت عليها نحن حكينا عن اشياء يمكن كانت صعبه شوي مرقت فيها بالحياه لانه كل ولد بيقطع فيهم انا بابا حدا كثير بيصلي وحدا كثير ربنا مربى كثير حلو ماما حدا كثير حنون عصبيه ما قدرت تعرف تلقط مثل ما لازم كبنات بس لا شك انه خبريه بي لما بيقول لي بقول له في نمل بيعمل لهم زيح سكر وبيطلعهم لبرا بقول لي بكره الصبح بنلاقيهم برا
بحطهم بكيس ونطلع بنحطهم. يعني مزبوط انطبق عليه المثل بيك ما بيأذي نملة. بابا ما بيأذي نملة. بقى أنا مربى هيدا الإنسان. ما بيقدر يعني أنا اليوم بابا إذا مثلا إجا من الشغل بعتبره ماما لأنه كانت هي الماما دائما اللي تخبره أخبارنا اللي يجي مثلا خاف إنه يجي يعيط علي أو شيء. احمل حيلا شيء واكدش. إيه وأعمل حالي عم باكل. إذا فيت لو قد ما غضبان لأنه الساعة 7 ما كنت بالبيت ولو 7:30 إجيت. من عند بيت عمه او من عند رفيقته يعني كان بابا ما يقبل فوت لقيني عم لعويس يطلع تصير دمعته رح تنزل بقى انا كثير ورطت اشياء من بيي انا عم ياكلوا ايوه اذا بتفرج عليهم عم بيلعوسوا ببكي اذا بكون رايحه على شغل الصبح وهيدا المنظر اللي كل يوم بشوفه هو كثير حلو بس انا كثير هيك بيلمسني من جوا انه وحياة الله في شعب لبناني بيستاهل انه يعيش حياه حلوه العمر قصير عن جد قصير كانوا يموتوا مدري قد ايه عمرهم عم نموت شباب بتشوفي واحد الساعه 6:30 الصبح لاقي تارتين عليها ورقه من تحت عم ياكل لانه ما عنده وقت يتروق ببيته رايح على شغله ليأمن لقمه العيش لاولاده عرفتي يعني هيدا شيء اعظم من يعني هيدا ما بعرف شو بدي اقول لك هيدا صلاه هيدا ممكن تركعي قدام هيك موقف بقى من هيك بنقهر لما بشوف في ناس فاسده لما بشوف في ناس ما عندها ضمير لما بشوف في ناس ما بتحس بوجع غيرها لما بتشوفي في ناس عم بتكرر نفس الاخطاء بتنقهري بس انا يا ريت فيي غير انا ما فيني غير انا اللي فيي اعمله انه حضل مثل ما انا وحضلني انوجع ويا ريت ضل في عندي صحه ضل حس مع اللي حوالي مثل ما لازم واقدر تابع اولادي لبعدين حس اللي مثلك ما بيخافوا من الموت ابدا شو تنفست تنهدتي مثل ايه حياة حلوة الموت هو الموت راحة. حياة حلوة راحة انا بعتبر نحن على الارض مطهر وبينطلب كانه نحن عم نعمل فروض معينة في اشخاص يمكن اذا بتهتمي فيها بكلمة حلوة انت انوجدتي لتقولي لها هيدي الكلمة يعني ربنا حطك بهذا المطرح لتعملي هيدا الشيء بقى وانت بتختاري طبعا في كثير طرقات بس عم هيدا الشيء يعني اذا حكينا فيه كثير بنجذبه انت بتعرفي هيدا الشيء صحيح بس انا هيدا لاني بعرف انه اذا حكينا فيه كثير انت ما عم تجربي تجذبي ما انا ما عم بحكي فيه بس انه هو اذا بدي اكون معك صادقه انا اليوم اذا بدي اعطيكي جواب مثل ما بنجاوب خلينا نكون واضحين اليوم مقابله مع نادين الراسي كان نادين الراسي البنت الصغيره الشيطانه اللي بمرحله كانت ما عندها ثقه بحالها وما بتعرف حالها انها حلوه واللي كان انه يلا نادين شو بتكون فيها قايمه بحالها والكوميديان واللي كانت تضحك الكل وتعمل دروبه بالكل عملت راب على الحلقه كلياتها سوا بأمها ببيها باخواتها خيي كل مخده اكلها مني يضربني بالمخده يطلع يقعد على التدخيته لليوم بتذكر كيف بغني بشكل كان يغني بشكل مزعج جورج يستقصد يغني بشكل مزعج وانا عندي مات بقى عشت مراحل حلوه وعشت اشياء بتجنن وعشت اشياء بتعقد هيدي الحياه اصلا وحاسه فيهم كلهم وحتى وقت تزوجت مره تانية كنت حاسه انه انا ناطرني شيء حلو حتى بشغلي اليوم حتى انا كنادين انا مش بس ممثله رح اقطع ولا بس رح اعمل اعمال انا حاسه هيدا الشيء مش بس اعمال تلفزيونيه رح تقطع على الهواء وتكون نادين عملت بصمه صغيره بالدراما اللبنانيه او بركي عملت فشخه شوي لقدام او نفرت بمحل ما بعرف في شيء اكيد حاعمله انا اكيد I'm calling it يعني حسيته مثل ما بحس انه هي الحياه على الارض قيمتها كبيره بالعائله اللي انت عايشه فيها باولادك اللي موجودين بحياتك بقى انا لاني يمكن اشتغلت تمثيل عايشه تحت الضوء والناس عم تزقف لي مبسوطين فيي وانا مبسوطه مطرح ما انا بس حيجي وقت هذا الضوء حيطفي حياتي مثله كمان عايشه عم بعيني عم بضحك عم بتسلى بزقفوا لي بزعلوني بزعلهم بخنقهم بخنقوني بس حيطفي حققت عائلة إن شاء الله يكون ما يسبوا اللي جابهم وكون فليت بسلام بس أنه بقول لك إيه مرة ما بحس أنا حدا ختيارة مع أنه جسكاري بيحلم أنه أنا وياه نكبر وياخدني بر من العالم إن شاء الله حلمه إن شاء الله حلمه يتحقق صحيح هذا اللي بدي أقوله إيه هو منه حلم حلم جسكاري يتحقق أنا منه حلم أنا أحساس بقى إن شاء الله حلمه اللي يتحقق ويبرمني أنا هلأ ما فيه أمشي فشختين بس أنه شغلك بيحكي عنك مش ضروري انت تتدخل او تحكي عنه واذا شغلك حكي يعني انت نجحت ساعتها وحدك بتحكي قصتك وكلنا بنسمعها